احمد فتحي. احمد فتحي ازمه داخل منتخب مصر، بس احمد ملوش اي علاقه بالازمه دي. الازمه دي مين اللي افتعلها وايه كواليس موضوع الشاره؟ هنقول لكم هنا في كواليس يلا كوره موضوع شاره القياده في منتخب مصر. الموضوع بدا من الكابتن حسام البدري اللي تطوع وطلب من الكابتن محمد بركات انه يناقش احمد فتحي ويقول له عايزين نسحب منك الشاره ونديها لمحمد صلاح اللي ما طلبش الشاره اساسا. يعني هو عمل تطوعي قام بيه الكابتن حسام البدري عشان يكسب ود محمد صلاح اللي ما كانش بيرد على تليفونات اي حد بعد قياده الكابتن حسام البدري ب 10 ايام واللي وصل ليه صعوبة جدا بعد إصابته الأخيرة. فبالتالي كده في أزمة مفتعلة داخل الجهاز الفني والمنتخب مصر واللي افتعلها الكابتن حسام البدري، وإن هو كان عايز يعني يكبر محمد صلاح باللغة بتاعتنا، ولكن أحمد فتحي قال للكابتن محمد بركات لو أنتوا عايزين تسحبوا مني الشارة فالأحسن بلاش تستدعوني، لأنه عيب إن موضوع زي ده يتفتح معايا وأنا راجل لعبت في كل البطولات اللي مر عليها منتخب مصر، فبالتالي وخدت كل البطولات، فبالتالي أنا ما ينفعش، أنا اسم كبير داخل الكرة المصرية، ما ينفعش أنت تاخد مني شارة القيادة. وأعتقد إنه محمد صلاح ما طلبش، وبالفعل الكابتن محمد بركات قال له محمد صلاح ما طلبش الشارة. من خلال معلوماتنا إنه محمد صلاح خلال الفترة اللي جاية هيخلي الجهاز الفني يتكلم ويقول إن محمد صلاح ما طلبش الشارة، أو هو هينزل تويتة ويقول إن الشارة داخل منتخب مصر بالأقدمية عشان الموضوع يتلم. كابتن حسام البدري لو حب يستبعد أحمد فتحي الفترة اللي جاية مش هيقدر علشان خاطر ان احمد مش هيكون قليل فنيا او حاجه، لانه لو استبعده حتى لسبب فني هيبقى استبعاد هيؤول انه بسبب الشاره، ودي ازمه زنق فيها نفسه الكابتن حسام البدري. حاجه تانية، الناس عايزه تعرف قائمه المنتخب. الكابتن حسام طلع خبر من داخل الجهاز الفني وخبر رسمي وقال انه قائمه المنتخب هتبقى 40 لعيب هنطلع عليهم تاشيرات عشان احنا مسافرين جزر القمر. مبدئيا الكلام ده عاري تماما من الصحه، لان هو الكلام على 29 لعيب بس. انت مسافر جزر القمر لو هتلعبها الساعه 8 بالليل تقدر تطلع التأشيرة بتاعتها الساعة 6 الصبح، الموضوع مش كيمياء. نمرة واحد. نمرة اتنين، الدوري المصري موقوف اصلا 21-22 يوم، ما عندكش اي ماتشات تشوف فيها حد من الاربعين. وبالتالي هو الكابتن حسام عمل كده عشان يقول او يوصل رسالة للعيبة الدوري كلهم ان انتوا تحت عينينا، محدش يطلع يقول لك هيختار منين والكلام ده كله. واحنا هنا بنقول لكم ال 29 لعيب بالاسماء اللي هم هياخدوا جوازاتهم، 29 طبعا الف ب فيهم القايمة بتاعت الماتش اللي فات، بجانب 6 لعيبة هيتم اضافتهم عليهم. اللعيبة كالتالي: محمد الشناوي، وهيبقى معاه محمد عواد، واحمد الشناوي اللي كان مصاب المباراه اللي فاتت واستبعده وضم محمد بسام. محمد بسام كان ضمه علشان خاطر الكابتن ايمن طاهر كان عايز يوصل رساله للحراس ان انا بشوف كل الحراس. خط الدفاع: رجب بكار واحمد فتحي، ولو في اصابه او اي حاجه للاسمين دول هيبقى احمد المحمدي هيدخل القايمه، محمود علاء وباهر المحمدي واحمد حجازي وايمن اشرف، وفي بديل في الحته دي محمد عبد الغني اللي هو لاعب الزمالك، عبد الله جمعه ومحمد حمدي ناحيه الشمال. في خط النص: طارق حامد، عمرو السوليه اللي كان مصاب وتم استبعاده المعسكر اللي فات، حمدي فتحي وعبد الله السعيد وقفشه وحسين الشحات وعمر جابر وتريزيجيه، وكمان هيدخل عليهم دونجا اللي كان غايب الفتره اللي فاتت عن قائمه المنتخب، لو في اي اصابات هيرجع، ومعاهم محمد النني. وعلى فكره كابتن حسام البدري بيفكر جديا انه لو السوليه سليم يدفع بالسوليه ومعاه طارق حامد ويريح النني شويه. في خط الهجوم بقى، خط الهجوم هو الراجل مش مقتنع شويه بعمر السعيد لاعب الزمالك، ولكن حسام حسن واحمد حسن كوكا هما الاثنين المقنعين بالنسبه له، في انتظار مروان محسن اللي هيرجع من الاصابه وهيرتدي قفاز، هيشوفوا هل هينفع معاهم ولا مش هينفع. دي تشكيله وقائمه الكابتن حسام البدري. وكمان فكر في لعيب مهم جدا هو اسلام عيسى، ولكن ده كله حسب ان هو هيبقى عنده اصابات ولا لا، لانه هيسافر الماتش دوت بتاع جزر القمر وهيلعب قبليه ماتش كينيا ب 23-25 لاعب تحسبا للاصابات.